نبي ندردش وياكم في موضوع شغل الساحة تقريبا الأسبوعين اللي طافوا، وما يحتاج أقول لكم شنو الموضوع، باين من الخلفية. يعني الموضوع الفيلم الهندي حياة الماعز. الفيلم باختصار يعني في اثنين هنود، واحد اسمه حكيم وواحد اسمه نجيب، باعوا اللي قدامهم واللي وراهم عشان يحصلون فرصة عمل أو تأشيرة عمل بالمملكة العربية السعودية. ويوم وصلوا المطار تأخر عليهم الكفيل، وجاء واحد شايب وشافهم، درى أن الكفيل متأخر أو درى ما عندهم أحد، خذاهم وياه شغلهم عنده، شقق جوازاتهم. طبعا مع سياق الفيلم، أنا شفت الفيلم، مع سياق الفيلم شقق جوازاتهم وشغلهم عنده بالصحراء، يمكن أقرب شارع عندك يمكن 100 كيلو. فشغل واحد عنده وواحد عند صديقه، وأنواع العذاب ساق عليهم، كل أنواع العذاب بالأكل بالنوم وبكل شيء، تحقير للإنسان، عملهم معاملة التحقير يعني، سواء هو أو صديقه اللي عنده الشخص الثاني. فتعذبوا، ما كان هذا طموحهم، كانوا معتقدين أنهم راح يشتغلون بشركة وهالأمور هذه، آخر شيء اشتغلوا رعيان يرعون الحلال الغنم والإبل. فحاولوا الهرب، تعرفوا على أعتقد واحد سوداني أو صومالي، قال أنا أقدر أهربكم، ومشوا بالسحرة. السوداني مات، وقبله مات أحد الشابين، نجيب مات، وبقى حكيم بروحه إلى أن وصل الشارع. والقصة كلها يعني عذاب في عذاب. طيب، البعض يقول إنه فيلم عابر كأي فيلم ثاني، والبعض الثاني يقول لا، الفيلم أساء للمملكة العربية السعودية. وللعلم الفيلم قصة حقيقية، يعني في شخص صارت له الأحداث هذه وتعذب وراح بالسحرة، ولا في اتصال على أهله ولا يدرون عنه أهله، حدثت الأمور هذه. لكن السؤال، هل الفيلم أساء للمملكة العربية السعودية ولا ما أساء؟ أنا من وجهة نظري وكشخص كويتي أقول أساء للمملكة العربية السعودية. نعم، أساء للمملكة العربية السعودية، وأي شيء يسيء للمملكة العربية السعودية إحنا ما نرضى فيه، ما نرضى فيه. يعني شخص حدث الأمور هذه واردة، شخص حدث له الأمر هذا، أمر وارد إنه يحدث بالمملكة، وارد إنه يحدث عندنا بالكويت، وارد إنه يحدث بالإمارات، بأي دولة وارد هالأمر. لكن مو معناه إنك تروح وتسوي فيلم وتكبر الموضوع وتخلي العالم كلها تنظر للشعب السعودي إن هذا تصرفه، مو شخص واحد، لا، كل الشعب السعودي هذا تصرفهم ويا العمالة الوافدة، وهذا غلط، هذا إساءة كبيرة. طيب أنا أقول لك الحين موضوع ثاني، كم كويتي انضرب بتركيا، تسطر، اندبغ، طقوه الأتراك، كم كويتي انطق بتايلند؟ تقدر تروح تسوي فيلم؟ تقدر؟ ما تقدر ولا راح تسوي. وإذا قلنا لك فلان انطق بتركيا، تبي تقول أكيد هو الغلطان ولا حالة فردية، وكذلك الأمر في تايلند. إذن حالة واحدة ما تعمم عليها دولة كاملة. واللي يقهرك أكثر إن في أخبار تقول إن الفيلم، طبعا الفيلم قصة وتأليف وسيناريو وحوار وإخراج هندي، بس في تموين، يقال إن في تموين من دولة عربية، لكن الأكيد إن تصور بدولتين عربيات. أنت شلون تسمح لنفسك تصور فيلم بلدك يسيء لدولة ثانية عربية، دولتين عربيات تصور فيهم الفيلم، واحدة من الدولتين هذيلي لا عندها صناعة ولا عندها بترول ولا عندها زراعة ولا عندها سياح، يعني ما عندها أي مصدر للدخل، عايشة على مدات الخليج وبالأخص السعودية، بما أنها مجاورة للسعودية بالحدود، أكثر دولة تمدها بالمال والغذاء ورافع اقتصادها السعودية. طيب شلون ترضى أنك يصورون فيلم عن السعودية بأرضك والسعودية مو مقصرة معاك؟ شلون ترضى؟ يعني سبحان الله، الخيانة بالدم تمشي في 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 دول، الخيانة بدمهم ماشية. على فكرة نفس الدولتين هذيلي أيدوا احتلال الكويت، تخيل، بسنة 90 يوم العراق احتل الكويت، هذيل الدولتين كانوا مع المؤيدين لاحتلال الكويت، ما كانوا يبون الكويت تتحرر. إذن الموضوع يعني عرج فيهم، عروقهم كذي، عروقهم مفطورة على الخيانة، والحين تخونون، يعني أنا أعتبرها خيانة للمملكة العربية السعودية، والله العظيم.
يعني حالة فردية تعمم عليها دولة كاملة. يعني انت ما قلت والله المملكة ما قصرت معانا، مدتنا بجميع انواع الاعانات والاغاثات، شلون انا يعني اكل من الصحن وبعدين اتفل فيه اكرمكم الله؟ يعني ما يصير الواحد ياكل ويمسح ايده بالجدار. يعني الواحد شوية يكون عنده يعني غايرية على وطنيته، على عروبته، على اسلامه. السعودية مشتركة معاك بنفس الدين ونفس الاصل ونفس اللغة، شلون انت ترضى ان دولة تصور فيلم في اراضيك تسيء للسعودية؟ يعني ما ادري شنو العقليات هذه، ناكرة معروف والدولة الممولة للفيلم، يعني هذه كارثة كبيرة. يعني اوكي الحين اسرائيل ضربها للشعب الفلسطيني على مرأى الجميع، كل العالم شايفين. طيب انا بألف الفيلم وانتجه واسوي السيناريو والحوار واخرجه وحتى ممثلين اجيب، الدولة اللي مولت فيلم حياة المعز تمولني، والدولتين اللي صوروا باراضيهم الفيلم تخليني اصور باراضيها؟ بتكلم عن قصة اسرة فلسطينية عانت انواع العذاب من الاسرائيليين، اندبح كم فرد من افراد الاسرة وتهجروا من بيتهم، قصة حقيقية وقصة اسرائيل وفلسطين العالم كله يدري فيها. تمولوني تخلوني اصور براضيكم؟ اكيد لا، اكيد ما راح ترضون. طيب ليش رضيتوا على السعودية؟ ليش رضيتوا؟ ولا هذه اسرائيل احنا نخاف منها ما نقدر، وراها امريكا؟ ما يصير كذي. يعني العرب قالوا من زمان، قالوا العربي بلاه من دود بطنه، دود بطنه هو اللي يذبحه، بمعنى ان الشخص العربي ما يذبحه الا القريب، ما يذبحه الا اللي منه وفيه، البعيد امان، بس القريب هو المصيبة. يعني شلون ترضون على دولة ما قصرت ويا اي دولة عربية وقبلة المسلمين، شلون ترضون عليها وحالة فردية؟ بصراحة انا شايف الموضوع اساءة كبيرة للسعودية، والاساءة للسعودية انا اعتبرها اساءة لنا للكويت. وانا بشخصي اقسم بالله العظيم اي قناة تعرض الفيلم هذا ما راح اشوفها طول عمري.